مساء الخير. اليوم ثاني يوم من ايام عيد الفطر السعيد. نحن هلا بمنطقة مخيم اليرموك، بنصور لكم اجواء العيد من منطقة مخيم اليرموك بعد ما صلاه وفتح الحجر الاسود. طمنوا الشعب بخير. بتغدي بتطلع صادقة كتير، لأن الطفل فرحان بالأمن اللي عايش فيه بهالبلد هذا. الشام بخير، كوني بخير يا الشام، وإن شاء الله أنت بخير على طول. مرحبا، كل عام بخير. كيف العيد معكم؟ الحمد لله. شلون البلد بخير؟ كلمة بتوجهوها للمغتربين اللي برا، للناس موجودين برات سوريا المغتربين، شو بتحب توجه لهم؟ كن باب الخير، وبقول لهم كل البلد كل عام وانتم بخير. لمين بتحب تعايد؟ عمتي شو اسمه؟ دبي. اهلا وسهلا فيك، كل عام وانتم بخير. كيف العيد معه؟ مين بتحب تعايد؟ عمار. والبلد بخير؟ الحمد لله. الحمد لله. معكم نبراس. العام وانتم بخير.